إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيباً. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أجرني الله وإياكم من النار. ثم أما بعد، إخوة الإسلام والإيمان، فقد جاء في صحيح الإمام البخاري من حديث عبد الله من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. إخوة الإسلام، وقفتي اليوم ستكون مع موضوع النية وأهمية عقد النية في حياة الإنسان. سأعرض لمعنى هذا الحديث، وسينصب الكلام حول النية، ثم أتعرض في الشق الثاني من هذه الخطبة للكلام عن الرياء الذي يقابل النية الصالحة أو الحسنة. إخوة الإسلام، كل الناس يغدو يخرج في الصباح من بيته، يغادر بيته إما لعمل أو لدراسة أو لغير ذلك من أمور الدنيا، فبائع نفسه، يبيع نفسه. وهذا البيع سيكون إما سببا في أن يعتق نفسه من النار، أو أن يهوي بنفسه إلى النار. أن يعتق نفسه من النار يعني أن يدخل الجنة، أو أن يهلك نفسه. وإذا نظرنا إلى الأعمال نجد أن كل عمل يعمله الإنسان يعمله بنية، ولهذا وجب علينا أن نذكر ما هي النية التي يجب أن تكون عند كل عبد وهو يقدم على أعمال كيفما كانت، حتى لا يضيع جهده، حتى لا يضيع عمله، حتى لا تحبط أعماله. ولهذا رجعت إلى هذا الحديث العظيم الذي تكلم عنه العلماء، وما من عالم كبير كتب كتابا إلا وصدر كتابه بهذا الحديث. هذا الإمام الدنيا، الإمام البخاري، بدأ كتابه بهذا الحديث: إنما الأعمال بالنيات. ما معنى إنما الأعمال بالنيات؟ كل عمل يعمله الإنسان إلا وله نية فيه. والمقصود بالنية كما بين العلماء نية التمييز ونية القصد. نية التمييز هي النية
التي يحتاجها الإنسان عندما يفعل عملا من العمل. يغتسل، لماذا يغتسل؟ يغتسل لرفع الجنابة، يغتسل للجمعة، غسل الجمعة، فهذه لك نية بهذا العمل، هذه تسمى نية التمييز. أصلي صلاة الظهر، أصلي صلاة العصر، تكون بنية، وهذه النية كما بين العلماء لا يجوز التلفظ بها، لأنه لم يثبت في سنة رسول الله أنه كان يتلفظ بالنية. هذه النية الأولى، نية التمييز، كي تميز عملا من عمل. أتوضأ للصلاة، تفعله بنية. تصلي، ماذا تصلي؟ تصلي الظهر، تصلي الجمعة، لك نية. هذا الشق الأول من النية. النية الأخرى الذي يدور حولها كلامنا اليوم هو النية التي سماها العلماء نية القصد. ما مقصودك بالعمل الذي تقوم فيه؟ ماذا تريد بهذا العمل؟ ماذا تبتغي بهذا العمل؟ لمن تعمل؟ وماذا تريد أن تحصل؟ ما هدفك من العمل؟ هذه النية التي هي نية القصد، والتي كذلك يطلق عليها الإخلاص. هذه هي محور الكلام الذي سنتكلم عنه اليوم. إخوة الإسلام، العمل، العبادة لا تقبل إلا إذا توفر فيها شرطان. أي عبادة، أي عمل لا يكون مقبولا عند الله عز وجل إلا إذا توفر فيه شرطان. الشرط الأول إخلاص النية. لا يمكن كيفما كان عمل، صلاة، صيام، حج، غير ذلك، إذا لم تفعل هذا العمل لله لن يقبل. إذا عملته لله ومن أجل إرضاء الناس لا يقبل. لا بد أن يكون العمل الذي تقوم به خالصا لله. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. كل إنسان له نية، والجزاء المترتب على النية هو ذلك الجزاء الذي تبتغيه أنت. تصلي، لماذا تصلي؟ هل سألت نفسك أخ الإسلام لماذا تصلي؟ هل سألت نفسك لماذا تصوم؟ هل سألت نفسك لماذا أتصدق؟ كثير من الناس تجده يصوم ويصلي، فأصبحت هذه العبادات عنده كالعادات. لا بد أن تكون لنا نية نستحضرها ونحن نقبل على عمل، أن يكون مبتغانا الذي نريده من خلال قدومنا إلى الصلاة مرضاة الله عز وجل. أن نصلي لله، لا يهمنا ما يقول الناس، لا يهمنا هل يرضى فلان أو علان. هذا الأمر لا بد أن يزال من النوايا حتى لا يضيع العمل. هذه مسألة مهمة لا بد أن نذكر أنفسنا بها. فليكن في كل عمل تعمله لك فيه نية، وهذه النية لا بد أن تكون حاضرة في العبادات أولا، صلاة، صيام، وضوء، حج، غير ذلك من العبادات لا بد أن تكون لك نية، وهي أن تقصد بعملك هذا وجه الله عز وجل. أما المعاملات، أما مثلا البيع والشراء، أما العمل الذي تقوم به، أما الدراسة التي تدرسها، أما الطعام الذي تأكله والشراب الذي تشربه وغير ذلك من المباحات، هذه المباحات قد تصير عبادة بالنية. مثلا تعمل، هل سألت نفسك أخ الإسلام لماذا تعمل؟ هل تعمل من أجل فقط أن تحصل المال حتى تشتري سيارة ثم تبني بيتا؟ هل هذه هي نيتك؟ ستوفق وستعمل وستشتري بيت وستكون لك سيارة، هل هذا هو هدفك؟ هل تريد أن يبقى هدفك محصورا على هذا الأمر؟ فستنال هذا، أما يوم القيامة فلن تجزى على ذلك لأن لم تكن لك نية.
بمعنى أني أعلن مثلا إذا خرجت في الصباح خرجت متوكلا على الله، نيتي بعملي أن أعف نفسي وأن أكف نفسي وأن أعف أولادي وزوجتي، وهذا من أعظم العبادات. من أعظم العبادات هو أن تعول أسرتك. إذا خرجت بهذه النية من بيتك أنك تعمل من أجل أن تكف أولادك عن الحرام، أن تكف زوجتك عن الحرام، أن تنفق على أولادك بهذه النية لله، فستؤجر على العمل وسيكون عملك هذا عبادة من العبادات. إذا ذهبت إلى النوم لكي تستريح بنية أنك تريد أن تستيقظ في الصباح الباكر لتؤدي صلاة الفجر، تؤجر على نومك. إذا أكلت من أجل أن تتقوى على عبادة من العبادات، تؤجر على طعامك وشرابك. هذا إذا كان الأمر يتعلق بالمعاملات المباحات، الأشياء التي لم يأتي فيها دليل على أنها عبادة أو ليست عبادة. وإذا نظرت إلى هذا الكلام إلى معناه، فستجد أن المسلم يجب أن تكون نيته دائما في كل شيء يعمله أن تكون لله. يعمل عمل من عمل الدنيا من أجل أن يحصل رضا الله عز وجل في الآخرة، يربي أبناءه تربية صالحة صحيحة كما أراد الله، لا يفعل ذلك من أجل أن يقول الناس هذا فلان يفعل انظروا إلى أولاده، لا، من أجل أن يذعن وأن يخضع لأمر الله عز وجل الذي أمرنا بأن نربي أبناءنا التربية الصحيحة. المقصود من هذا الكلام إخوة الإيمان أن الإنسان يقف مع نفسه، يراجع نفسه، لماذا أصلي؟ لماذا أصوم؟ لماذا أعمل؟ لماذا أدرس؟ ما هو الهدف الذي أريد أن أحصله من خلال الأعمال التي أقوم بها؟ وليعلم العبد كيفما كان أن الهدف الذي خلقنا الله من أجله هو تحقيق العبادة لله وحده. ولتكن نيتك في كل عمل تقوم به، سواء كان من أعمال الدنيا أو كان من العبادات، أن يكون قصدك رضا الله عز وجل وتحقيق الهدف الذي من أجله خلقت. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم، نفعني الله وإياكم بما جاء فيه من الآية والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام الأكملان الأتمان على سيدنا ونبينا ومعلمنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى أصحابه وعلى أتباعه وعلى آله ومن حد حدوهم وسار على نهجهم واقتدى بهم إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الإيمان، نعود إلى الكلام عن النية. جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، الحديث ما معناه؟ أن أول من تسعر بهم نار جهنم يوم القيامة ثلاثة أصناف من الناس، يعني أول الناس الذين سيكبون على وجوههم في جهنم يوم القيامة ثلاثة أصناف من الناس: مجاهد وقارئ وفي رواية عالم ومتصدق. يتبادر إلى ذهن الناس أول من يقذف ويكب على وجهه في جهنم هؤلاء الناس. الحديث صحيح، موجود صحيح لنا مسلم. يقتل المجاهد يوم القيامة فيقول له الله عز وجل: ألم أعطيك الصحة؟ ألم أعطيك العافية؟ ألم أعطيك؟ ألم أنعم عليك؟ يعرفه نعمه فيعرفها ويقر بها، فيقول الله عز وجل: ماذا عملت بها؟ قال: يا رب، ما تركت من باب يجاهد فيه في سبيلك إلا جاهد في سبيلك. يقول له الله: كذبت، وإنما جاهدت ليقال جريئا، فقد قيل. فيؤمر به
فيكب في جهنم، ويسأل القارئ العالم فيقول له الله عز وجل: أي عبدي، أعطيتك العلم وأعطيتك الفصاحة حتى تتكلم مع الناس ماذا عملت بذلك؟ فيقول: أي ربي، علمت وتعلمت وعلمت فيك. فيقول له الله عز وجل: كذبت، إنما علمت ليقال عالم، فقد قيل. فيؤمر به فيكب على وجهه في النار، ويؤتى بالمتصدق فيقال له: أي عبدي، أعطيتك المال أعطيت، ماذا عملت بها؟ فيقر هذا العبد يقول: نعم أعطيتني. يقول: ما تركت من باب ينفق فيه في سبيلك إلا أنفقت. فيقول: كذبت، إنما أنفقت ليقال متصدق، فقد قيل. فيكب على وجهه في النار والعياذ بالله. قد لا يظن ظن أن عالم، أن متصدق، أن مجاهد يقذف في النار، ولكن هؤلاء الناس الذين تصدقوا في أعين الناس لم يتصدقوا لله، لم يجاهدوا لله، لم يعلموا لله، وإنما علموا ليقال عالم حتى يشتهر بين الناس السمعة الجاه، عالم يتكلم يتصدق متصدق انظر إلى آخره. فقد الشرط الأساسي لقبول العمل فضاع عمله، لأنهم لم يعملوا لله. انظر إخوة الإسلام إلى أهمية النية. ذلك الإنسان الذي يقوم بالليل في الظلمة ويصلي لله ركعتان ويبكي لله، لا يعلم لا فلان ولا علان ولا كذا، لماذا يصلي؟ لا يعلم الناس. هناك من مثلا تجده ينظف المسجد أو يجد شيء وقصده لله، لا يعرفه الناس. قد ينال هذا الشخص الذي يعمل هذه الأعمال في عين الناس لا شيء، ولكن نيته صادقة لله، أزرا كبيرا أكبر مما يظن على فلان وعلان وكذا وكذا. لأن النية هي القصد، هي الشيء الذي يبنى عليه غيره. إذا كنت مثلا تريد أن تباهي بأنك تفعل وبنيت، الناس الآن يتصدقون ويعملون ويمنون، قلت: أنا اللي بنيت هذا الجامع، أنا اللي درت، أنا اللي فعلت، أنا اللي كذا. لماذا تضيع عملك؟ أنت تعمل لله، أنت تصلي لله، أنت تتصدق لله. تصدق واسأل الله عز وجل أن يقبل عملك، ولا تتدخل في قصد الناس. بعض الناس همه الشاغل يقول لك: هذا عنده مصلحة، هذا كي بروفيتك، هذا كذا، هذا كذا. تدخلون في نيات الناس ولا يعلم هذه النية إلا الله. انتبهوا إخوة الإسلام، رأى نحن نرى في أيامنا العادية أشياء يعني الإنسان يفكر يقول: لماذا هذا الصراع وهذا؟ لماذا الدخول في النيات؟ لماذا هذا المباح فيها؟ لماذا هذا من؟ لأن النية ليست لله. الذي يعمل لله لا يهمه الناس، ويعمل والناس غير موجودون، ويكد ويجتهد، وإن مثلا ضربه الناس وتعدى عليه الناس لا يهمه ذلك. الذي يهمه أن يعمل لله، أن يدخر للقيا الله. ولهذا كان يجب علينا أن نذكر: إذا عملت عملا صغيرا كبيرا حقيرا جليلا فلتكن نيتك لله. أي شيء تعمله، حتى الكلمة الطيبة تقولها لابنك أو لبنتك أو لزوجتك أو لأمك، افعل ذلك لله، ستؤجر على ذلك. أسأل الله عز وجل أن يحسن نياتنا، أن يرزقنا الإخلاص في أقوالنا وفي أعمالنا. اللهم ارزقنا الإخلاص في أعمالنا وفي أقوالنا. اللهم اجعلنا وإياكم من الذين يتكلمون من أجله، ويدعون من أجله، ويتحركون من أجله، ويمشون من أجله. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم نعمة النظر إلى وجهه الكريم. اللهم ارزقنا نعمة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم ارزقنا الجنة وما أقرب إليها من قول وعمل، وأجرنا من النار وما أقرب إليها من قول وعمل. إخواني الذين يسألون الدعاء،
نقول له يا تسأل الله رب الحب والنوى أن يعطي لكل امرئ ما نوى، اللهم أعطي لكل امرئ ما نوى، اللهم أعطي لكل امرئ ما نوى. من كان له شخص سجين اللهم اطلق سراحه، من كان له شخص مريض اللهم اشفه شفاء لا يغادر سقما، من كانت له أم ميتة اللهم ارحمها برحمتك، أو أبو ميت اللهم ارحمه برحمتك، اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه، اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه، اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه، اللهم ارزقنا التقى والهدى والعفاف والغنى، اللهم ارزقنا التقى والهدى والعفاف والغنى، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، اللهم أجرنا من خزي الدنيا ومن عذاب الآخرة، اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها، اللهم اختم لنا ولكم بالحسنى، اللهم اختم لنا ولكم بالحسنى، اللهم اجعل آخر كلامنا من هذه الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وقوموا إلى صلاتكم.